ننتقل إلى الصورتين اللتين في الأسفل. سمي ما تراه في الصورة، سمي ما تراه في الصورة. نعم، شفاء. هذا اسمه، هذه رسالة فيها طابع بريدي وتستعمل في الكتابة. تستعمل في الكتابة، نحن لا نوافق كره. قاتكم اسمها الرسالة صحيح، عليها طابع باردي صحيح، قاتكم نستعملها في الكتابة. فيما تستعمل الرسالة؟ في ظرف. قاتكم تستعمل في الظرف، توافقونه الرأي؟ إذن عليك بالتركيز، قولوا له ركز قبل الإجابة. فيما تستعمل الرسالة؟ لا، لا تستعمل في الكتابة، قلناها الآن فقط، الآن كنا نذكر فيها. فيما تستعمل الرسالة؟ تستعمل الرسالة في العوفي. تستعمل الرسالة في التواصل. في التواصل، أحسنت، بارك الله فيك. قل لي آدم أن يركز. إذن تستعمل الرسالة في التواصل. التواصل. الآن ننتقل إلى الصورة الموالية. صف هذا الجهاز، صف هذا الجهاز، ما اسمه؟ نعم، الهاتف الثابت. الهاتف الثابت مما يتكون؟ يتكون من أزرار أو أرقام أيضا، ولديه سماعة. السماعة نستعمله في التواصل. أي تواصل قلنا نوعه؟ سمعي. ممتاز، التواصل السمعي. أعيدي لنا، ما اسم الجهاز؟ اسم الجهاز هو جهاز من يقول له؟ قالت لكم جهاز ثابت، هل اسمه جهاز ثابت؟ الهاتف الثابت. نعم، مما يتكون الهاتف الثابت؟ يتكون الهاتف الثابت من أزرار وسماعات. سماعات. سماعات. توافقون على الرأي؟ هل فيه سماعات؟ من يصحح لها؟ سماعة واحدة. ليس جمع. قالت لكم سماعات. سماعة واحدة ليس جمع. أحسنت، سماعة واحدة. ما هي فوائده؟ فوائد هذا الهاتف. فوائد الهاتف هو التواصل. تواصل مع صديقك العزيز. صديقك العزيز أو ممتاز، الأقارب أيضا. أيضا العائلة. مع العائلة، أحسن. إذن يستعمل للتواصل مثل ما قلتم، مع الأقارب، مع العائلة، مع الأصدقاء وغيرها. إذن الهاتف الثابت يعتبر من وسائل الاتصال السمعية. السمعية الثابت. شكرا لكم.